حلقتنا اليوم حنحكي عن كيف نقدر نسيطر على الوزن اللي احنا نزلناه خلال الدايت اللي احنا مشينا عليه، كيف نقدر ندير بالنا ما نرجع ننصح للوزن اللي احنا كنا فيه، كيف نقدر ناكل براحتنا بس نضلنا محافظين على التعب اللي احنا عملناه بالفترات اللي قبل. اول نصيحة بقدر اقولكم اياها انه لازم تقسموا وجباتكم لعدة وجبات خلال اليوم، بدل ما تاكلوا 3 وجبات كبيرة خلينا ناكل 5 ل7 وجبات صغيرة، بتصير في عنا وجبات متعددة كمياتها قليلة، جسمنا دايما شغال عم نحرق اول باول واحنا مبسوطين انه احنا عم ناكل. نصيحة تانية اللي بقدر اقولكم اياها، اشربوا كميات مي كافية، يعني لازم نشرب فعليا 2 ل3 لتر مي باليوم عشان نضمن انه جسمنا عم بحرق اول باول. نصغر من الصحون اللي احنا عم ناكل فيهم، بدل ما ناكل بصحون كبيرة نحولها لصحون صغيرة عشان نقلل من الكمية اللي عم نسكبها بالصحن وما نرجع نسكب صحننا 2 و3 بدل ما نسكبه مرة واحدة. كمان من الاشياء اللي بطلبها انكم تعملوها، ما تاكلوا وانتم عم تحضروا تلفزيون، لانه كل ما انتم كنتوا عم تحضروا تلفزيون كل ما حتلتهوا حتسحبوا كميات اكل اكثر من ما انتم بحاجه لها. ايش كمان بنقدر نعمل يا مجد؟ ناكل خضره خضره بسناكس والنقريش، هي من الاشياء اللي كثير مفيده، سعراتها الحراريه قليله، عم نحكي عن خياره فيها 12 سعره حراريه، نضمن انه جسمنا عم بيشتغل اول باول، عم ناخذ سوائل ثم نشغال وعم نحس حالنا عم ناكل، بنفس الوقت عم نضمن انه معدتنا تضلها صغيره. بس هاي الشغلات اللي انت بدك اياها عشان نضلنا محافظين على حالنا؟ لا، مش بس هاي الشغلات اللي انا بدي اياها منكم، بدي تديروا بالكم على نوعيات الاكل اللي انتم عم تاكلوها، ما تاكلوا كثير من الحلويات، ما تاكلوا كثير من الوجبات السريعه، قللوا من المشروبات الغازيه ومن الشاي والقهوه، ناموا كثير منيح وديروا بالكم على صحتكم. هيك بنكون خلصنا شوي من النصائح اللي قدرنا نقولكم اياها، حافظوا على الوزن اللي نزلتوه، ما تضيعوا تعبكم ودائما خلوا معدتكم صغيره.